نعلنها بملء الفم. ليس لدينا توافق مع الديمقراطي وليس لدينا مرشح تسوية مع حزب الديمقراطي الكردستاني، مرشحنا برهم صالح، وهذا حفاظا على التوازنات السياسية. بخلاف ذلك كل ما يقال وكل ما يتبع وكل ما يتبنى فهو صراحة ضرب للتفاهمات، ضرب للوعود، ضرب للمواثيق السابقة. يعني ما أردنا أن نتحدث عن 33 مرشح لرئاسة الجمهورية، أبرزهم تحدثنا الدكتور برهم صالح وأيضا الدكتور لطيف رشيد وأيضا ريبر مرشح الديمقراطي الكردستاني. 33 يا سيد محمود مرشح لرئاسة الجمهورية ولا أحد دعني أقول يعجب الديمقراطي الكردستاني. الديمقراطي الكردستاني شيريد لعد، وإذا ما حضر هذه الجلسة راح تؤجل الجلسة؟ لا أعتقد. يعني نحن مضينا في ائتلاف إدارة الدولة إلى احترام إرادة الآخرين، مضينا إلى تقبل إرادة الآخرين. فوق ذلك أضف بأن حضور الكتلة الصدرية وسماحة السيد الصدر أيضا كان ضروريا، والبلاغ الذي كان من خرج من قوى ائتلاف إدارة الدولة بأن يجب أن يتم التحاور معهم. نعم، انتخاب رئيس الجمهورية مفصل مهم في العملية السياسية، ونحن طالما ما دفعنا بهذا الاتجاه وطالما ما دفعنا إلى احترام إرادة الآخرين وتقبل رغم الاختلافات الموجودة. الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يريد، يعلم بأنه لا يستطيع أن يمرر مرشحه ريبر أحمد، لديه قناعة تامة بأنه لن يستطيع أن يرشح لذلك ذهب إلى هذه المناورة، ولربما هي مؤامرة وليست مناورة أستطيع أن أقول، لكن أنا أحترم إرادة الآخرين، أحترم تقبل الآخرين، لذلك لا يجوز أن ينصاع أو يتقبل الأخوة الآخرين في الإطار التنسيقي. ربما أنا أعول دائما وراهن على موقفهم الوطني، لكن إن من باب الفرض يعني القوى الأخرى العراقية الأخرى لا يجوز أن يقعوا تحت ظل هذه المؤامرة، لأن صراحة هي مؤامرة تستهدف الاتحاد الوطني في الداخل وتستهدف الاتحاد الوطني على المستوى السياسي في على السلطة الاتحادية. لذلك ليس من المقبول أن نذهب إلى هذا. عموما نستطيع أن نذهب إلى المنافسة مع إذا الحزب الديمقراطي الكردستاني يريد أن ينافس الاتحاد فعليه أن ينافس بمرشحه، ولكن أنا أعلم بأنه يدرك تماما بأن مرشحه لن يستطيع أن يصبح رئيس لجمهورية العراق، لكن ذهب إلى هذه المناورة. عموما أنا لي الثقة الكاملة بوعي القوى السياسية العراقية، بوعي النواب في مجلس النواب العراقي، لي الثقة الكاملة بقادة الإطار، لي الثقة الكاملة بالأخوة في بابليون وعزم وسيادة والنواب المستقلون بأنهم لن يخضعوا لهذه الطريقة في التعامل في البت ببعض المشاكل الخلافية. لا ننسى بأن الاتحاد والديمقراطي مختلفين لهذه اللحظة، ليس فقط على رئاسة الجمهورية، اختلفنا على قانون الانتخابات، اختلفنا على تفعيل المفوضية، اختلفنا على إدارة الحكم، لذلك ليس لدينا نقطة متفق عليها معهم حتى يكون لدينا اتفاق بهذه الطريقة. لذا إذا أردنا أن نعيد التوازنات السياسية ونحفظ العهود، ولذلك يجب أن نذهب إلى ما اتفقنا عليه في السابق، وإن لم نتفق على هذا الأمر بالتالي يعني رغم كل ما ذكرت نحن نراهن على إرادة النواب. دائما ما تكلمنا بعيدا عن المطبخ السياسي، دائما ما تكلمنا بعيدا عن التفاهمات والاتفاقات السياسية، قلنا بملء الفم بأن إرادة الوطني للنواب هي ضرورية جدا، لأن النواب العراقيين أقول بصراحة نواب محترمين كفؤين خرجوا من رحم الصراع الذي تعرض له العراق عبر عقود من الزمن، لذلك يدركون تماما ما هي المؤامرات وما هي المناورات البائسة. نحن ماضون بحفظ التوازنات السياسية، وأنا يقينا لدي ثقة كاملة بأننا سنمضي وسيكون برهم صالح رئيسا للدولة العراقية.